مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، ونطالع فيها من موقع يمن مونيتور: من المدرسة إلى الجبهة، شعار ميليشيا الحوثي الجديد. صحيفة عربية تروي قصص هروب شبان يمنيين إلى أوروبا عبر الصومال. وفي صحيفة القدس العربي: فرار الدكتاتور غامبيا ب44 صندوقا من الذهب وأسرار بلاده. ومن أخبار الصفحة الأخيرة لصحيفة البيان: 17000 دولار هو الراتب الشهري للرئيس أوباما بعد التقاعد. أهلا بكم، والبداية من التقرير الخاص الذي أعده موقع يمن مونيتور عن تجنيد الميليشيا لطلاب المدارس، وعنوان الموقع: من المدرسة إلى الجبهة، الطلاب رأس حربة الحوثيين القتالية والفكرية. وقال الموقع إنه ومع إضراب المعلمين عن العمل في مدارس العاصمة بسبب عدم صرف مرتباتهم منذ أغسطس الماضي، قام الحوثيون بعملية إحلال لمعلمين جدد من المنتمين للجماعة، إلى جانب اشتراط إذاعات مدرسية تتحدث عن القتال ووجوب الجهاد في صفوف الجماعة ومناهضة القوات الحكومية. وقال معلمون ليمن مونيتور إن لجنة تابعة للحوثيين قامت بدعوة طلاب مدرسة الثلاية الابتدائية في صنعاء للقتال في الجبهات لبلوغهم السن الواجبة للدفاع عن صنعاء. يتابع الموقع إن جماعة الحوثي المسلحة أرسلت في منتصف الشهر الجاري مجموعات من الطلاب الأحداث غير المدربين من صفوفهم إلى جبهتي نهم والحدود. وفي تقرير آخر لموقع الموقع بوست عن ذات الميليشيا، حيث عنوان الموقع: الحوثيون وتحدي السلطة، مربع السقوط، الجرائم، الجباية، العنصرية، الإقصاء. وقال الموقع: تتزايد الضغوط العسكرية على جماعة الحوثي في جبهات القتال المفتوحة منذ عامين، بالتوازي مع اتساع مساحة السخط والنفور المجتمعي في مناطق سيطرتها جراء توغلها في ممارسة العنف، وتلجأ الجماعة إلى احتكار مواقع سلطة القرار والتأثير في نطاق سيطرتها بأيدي الموثوقين من سلالتها، وإحكام قبضتها الأمنية وزرع الخوف ونشر الرعب في كل مكان. يتابع الموقع: تبدو جماعة الحوثي أضعف وأقل من أن تسوق ذاتها كجماعة سياسية وطنية تؤمن بالشراكة الوطنية والعدل الاجتماعي وتحترم الحقوق والحريات وتمتثل للنظام والقانون العام. ماذا ستقولون للأيتام؟ تحت هذا العنوان كتب محمد جميح مقاله المنشور في المصدر أونلاين مخاطبا ميليشيا الحوثي، وقال في أجزاء منه: وكالة الأنباء الفرنسية قالت إن مستشفيات الحديدة استقبلت أكثر من 50 قتيلاً من ميليشيا الإنقلاب قتلوا في ساحل تعز الغربي. هذا خبر لا يدعو للفرح، لا أحد يفرح بقتل أهله وإن جاروا عليه. 50 قتيلاً عرضهم الإنقلابيون للقتل بالحماقة والجهل والشعارات الفارغة. 50 قتيلاً تعني مئات العيون الباكية والأرامل والثكالى والأيتام، وكماً كبيراً من الوجع والحقد والكراهية. 50 قتيلاً حصيلة يوم واحد من مغامراتكم الصبيانية وهوسكم بالسلطة والمال. تحاولون إخفاء القتل العسكريين لأنكم تسببتم في قتلهم، فيما تحرصون على إظهار صور الضحايا المدنيين من أجل استغلالها سياسياً أيها المفلسون. لو حرصتم على دماء اليمنيين لما انقلبتم على توافقاتكم ولما أدخلتم البلاد في الحرب، ولكنكم تتباكون على ضحايا الضربات الجوية من المدنيين للاستثمار السياسي، وتتكتمون على الضحايا من المقاتلين لتجنيد المزيد من المغفلين في معارككم الخاسرة. على ماذا تراهنون؟ أحقنوا دماء البسطاء الذين تزجون بهم في معارك خاسرة. كنا إخوة إلى أن طرأتم علينا، كنا ذوي رحمة ورحم وحكمة إلى أن جئتم. يا وجعنا المزمن وعارنا الأبدي وكارثتنا الكبرى، هذا جنون، هذا عبث، هذا انتحار. اغتنموا فرصة ولد الشيخ، ما يعرض عليكم اليوم لن يعرض عليكم غدا. غدا تخرج المخا وتعز والحديدة من سيطرتكم، وتنفجر رئتكم الملوثة بتهريب السلاح والمحروقات، وغدا تخرج صنعاء وكل المحافظات من قبضتكم. ماذا ستقولون للناس بعد نهاية الحرب إذا سألوكم أين أبناؤنا؟ أين وطننا؟ وماذا جنينا من هذه الحرب الملعونة؟
إذن إلى موقع المشاهد نت والذي عنون في صفحته الرئيسية: التربية والتعليم تتهم الحوثيين والرئيس السابق بعرقلة صرف رواتب المعلمين في صنعاء. وقال الموقع: اتهم وزير التربية والتعليم في عدن عبد الله لملس جماعة الحوثي وحليفها صالح بإغلاق كل الطرق أمامهم لإيصال المرتبات إلى المعلمين وموظفي وزارة التربية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأكد الوزير اليمني أنه رغم قطع كل الطرق التي من شأنها إيصال الرواتب للمعلمين في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، إلا أنهم لن يعجزوا في إيصال المرتبات لكل الموظفين. وقال الوزير في تصريح: الحوثيون سبق وأن امتنعوا عن إرسال الكشوفات الخاصة بالمعلمين، لكنهم تجاوزوا هذه العقبة وحصلوا على قاعدة البيانات للموظفين، لكن الإنقلابيين اليوم يريدون منع القنوات التي يتم من خلالها إيصال المرتبات للموظفين. ومن بين أخبار الصفحة الرئيسية لموقع المصدر أونلاين نقرأ: الحكومة توجه بإصلاح خطوط نقل الكهرباء تمهيداً لعودة التيار من محطة مأرب. وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان محمد المقدشي إن مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح يقفون عائقاً أمام إصلاح خطوط الكهرباء في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في عموم المحافظات بما فيها المحافظات التي لا تزال تخضع لسيطرة الإنقلابيين. الجيش الذي نحتاج إليه. تحت هذا العنوان كتب الدكتور هلال الأشول مقاله المنشور في الموقع اليمني الأمريكي، وقال الأشول في أجزاء منه: يتم الآن الإعداد لجيش وطني يتولى مسؤولية حماية اليمن ووحدته والحفاظ على الأمن والاستقرار بالبلاد، ولكن الاستقرار والأمن المستدام يتطلب الإعداد وتأهيل جيش من نوع آخر، جيش من الأكاديميين والمهندسين والأطباء والمهنيين وخريجي الجامعات وذوي الكفاءات العالية من أجل بناء وطن وحكومة مؤسسات. نحن ندرك أن إعادة البناء والتنمية تتطلب إيجاد الأمن والاستقرار، ولكن ما نستغربه ويدعو إلى التساؤل هو غياب العمل المتوازي الجاد والممنهج لإعداد هذا الجيش البناء ووضع رؤية واضحة لمشاريع وطنية وتنموية يلتف حولها جميع أبناء اليمن، والتي توفر للمواطن فرص العمل والحياة الكريمة التي لا يحتاج فيها إلى حماية أفراد أو رعاية شيخ أو حزب أو قائد ميليشيا. هناك الكثير من الكوادر اليمنية ذات الكفاءة العالية والمتميزة متواجدون في الجامعات والشركات التجارية والمؤسسات الصحية والصناعية في جميع دول الخليج والدول العربية، بالإضافة إلى الكوادر والكفاءات المتواجدة في الجاليات اليمنية المهاجرة بأمريكا وبريطانيا وأوروبا. هذا إلى جانب العدد الهائل من الطلاب اليمنيين المبتعثين. هذه الكوادر والعقول المهاجرة تمثل ثروة وطنية ينبغي الاعتزاز بها، لذلك ينبغي صياغة رؤية وطنية شاملة للاستفادة منها واستغلالها في رسم وتنفيذ رؤى استراتيجية وطنية لإعادة البناء والتأسيس لمجتمع معرفي وثروة بشرية مؤهلة. إلى موقع الصحوة نت والذي عنون في صفحته الرئيسية: توسع الانتشار الأمني بشوارع تعز لحفظ الأمن وسط ارتياح شعبي. وقال الموقع: توسع الحملة الأمنية بمدينة تعز انتشارها في أحياء وشوارع المدينة لتأمين المناطق المحررة وحفظ الأمن والاستقرار للمواطنين ما لاقى ارتياحا شعبيا. وكانت الحملة الأمنية المشتركة بين قيادة محور تعز وإدارة عام الشرطة قد شرعت مساء السبت بنصب العديد من النقاط الأمنية في الشوارع والأحياء السكنية وفرض حظر تجوال الدراجات النارية ليلا ابتداء من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا. يتابع الموقع: يأتي هذا الانتشار الأمني بهدف فرض الأمن ومنع الاختلالات الأمنية وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المدينة. الموقع الإخباري 26 سبتمبر التابع للقوات المسلحة والذي استأنف نشاطه مؤخرا بعيدا عن سلطة الميليشيا عنون في أحد أخباره: تعز وقفة تضامنية لدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وقال الموقع:
نفذ الأهالي في تعز وقفة تضامنية لدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في ضبط الأمن داخل المناطق المحررة. وتأتي هذه الوقفة التضامنية بالتزامن مع حزمة من الإجراءات الأمنية التي أقرتها الحملة الأمنية بالمحافظة بهدف فرض الأمن وبسط الاستقرار والحد من انتشار الجريمة. وندد المشاركون عبر شعارات نددت بالاغتيالات التي طالت بعضا من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالمدينة خلال الأيام الماضية. وأكد المشاركون بالوقفة دعمهم وتأييدهم للإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في سبيل الحد من انتشار الجريمة وتعزيز وجود سلطات الدولة بالمناطق المحررة، مطالبين من قيادة الشرعية والتحالف العربي دعم الأجهزة الأمنية حتى تتمكن من القيام بمهامها بضبط الأمن والاستقرار بالمناطق المحررة. وإلى صحيفة تعز المقاومة التي تناولت في إحدى صفحاتها ما يحدث في الشوارع المحررة، وعنونت الصحيفة: جسد واحد يساند المرابطين في نقاط الأمن. وقالت الصحيفة: قام فريق حملة جسد واحد في مدينة تعز مساء الأحد بتوزيع وجبات للأفراد المرابطين في النقاط والمواقع الخاصة بخطة الانتشار الأمني التابعة للحملة الأمنية المعلن عن بدء تنفيذها يوم السبت. عبد الجبار نعمان مسؤول لجنة العلاقات العامة بالحملة تحدث عن النشاط: بدأنا توزيع وجبات لأفراد الحملة الأمنية المرابطين في شوارع مدينة تعز، وذلك من أجل إيصال رسالة المجتمع بأن كل أبناء محافظة تعز يقفون صفا واحدا خلف قيادة المحافظة وقيادة إدارة الأمن، وأن الأمن مسؤولية الجميع. ودعت الحملة كافة المبادرات والفعاليات العاملة في دعم الجيش والأمن والمقاومة إلى التنسيق والعمل المشترك لضمان عدم حدوث تعارض في التوزيع، وبما يضمن استمرارية العمل أطول فترة ممكنة. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. علقت صحيفة الشرق الأوسط حول زيارة ولد الشيخ أحمد إلى صنعاء، وقالت في عنوان بارز: ولد الشيخ في صنعاء لإنجاح ثامن هدنة. وقالت الصحيفة: يستكمل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد رحلاته التي يفضل تسميتها بالمكوكية لحث الأطراف اليمنية على الجلوس حول طاولة واحدة والقبول بثامن هدنة لوقف إطلاق النار، تمهيدا لاستئناف المفاوضات في البلاد التي تشهد حربا عنيفة. تضيف الشرق الأوسط: وأجرى المبعوث الأممي جملة لقاءات منذ عودته الأخيرة إلى المنطقة تحديدا في 11 من يناير الجاري، إذ التقى السفراء الخليجيين في اجتماع عقد بمقر أمانة مجلس التعاون في العاصمة السعودية الرياض. تتابع الصحيفة: ثم سافر إلى قطر وعقد لقاء مع وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، ثم عاد إلى الرياض والتقى قبل يومين وزير الخارجية السعودي عادل الجبير. وإبان وجوده في قطر أدلى ولد الشيخ بتصريحات لقناة الجزيرة قال فيها: إنه سيبدأ التحضير لوقف جاد وحقيقي لإطلاق النار بعقد جلسة تحضيرية للأطراف المعنية، وأكد على ضرورة أن تقوم لجنة التهدئة والتنسيق بمسؤوليتها في هذا الجانب، لافتا إلى أن المرحلة الثانية في الدخول هي الدخول في نقاش المبادرة المكونة من شق سياسي وآخر أمني. وإلى صحيفة العرب الجديد التي عنونت في إحدى صفحاتها: معرض وصول مغادرة للفنان اليمني إبي إبراهيم. تقول الصحيفة: بعد إقامة فنية في دارة الفنون في عمان استمرت أشهرا، يقيم الفنان اليمني معرضا بعنوان وصول مغادرة يعكس من خلاله تقلبات المكان في الحرب وحركة أهله بين مناف ولجوء وهروب ونزوح. تضيف الصحيفة: المعرض الذي يفتتح في 28 من الشهر الجاري ويستمر حتى 21 فبراير يتضمن تجهيزا تفاعليا اعتمد فيه الفنان على الفيديو واللوحات والصور والنصوص، ويتناول ألم الإنسان اليمني ضمن الحرب الدائرة في بلاده. تتابع الصحيفة: في جزء من المعرض يقدم الفنان فيديو يرصد من خلاله الصراع بين اليمني النازح واليمني المقيم، وقد تعاون فيه مع الفنان حسام عمران. تناولت صحيفة الحياة اللندنية موضوعا جديدا فيما يخص الأزمة اليمنية، وعنونت الصحيفة في تقريرها الخاص:
شبان يمنيون يعبرون البحر إلى أوروبا بحثاً عن الحياة. وأوردت الصحيفة قصة أحد الشباب الذين غامروا بحياتهم بعد رحلة استمرت نحو 16 شهراً، تنقل خلالها بين 4 دول عربية وأفريقية، منها 5 أشهر أمضاها في الصحراء الليبية بصحبة مهربين. انتهى المطاف أخيراً باليمني خالد شعنون بمدينة نابولي الإيطالية ضمن موجة هجرة سرية هي الأكبر تشهدها أوروبا منذ سنوات. وشعنون واحد من آلاف اليمنيين الذين قصدوا أوروبا وأمريكا خلال السنوات الأخيرة هربا من الحرب والفقر أو بحثا عن الحرية. وروى شعنون في حديث مع الحياة عبر الإنترنت قصة لحظات عصيبة وفاجعة شهدها خلال رحلته التي انطلقت في آب أغسطس 2015 من ميناء المخا اليمني إلى مدينة بربرة الصومالية، ثم برا إلى أثيوبيا والسودان وليبيا. وذكر أنه شهد مقتل مدير منظمة إنسانية في مقديشو عمل معها مصورا لمدة وجيزة، ثم عاد واضطر لأن يبيع كاميراته في السودان ليدفع للمهربين تكاليف انتقاله إلى ليبيا ثم إلى إيطاليا وقدرها 2800 دولار. تتابع صحيفة الحياة: تشكل الحروب والمجاعة والاضطهاد السياسي والديني أسباباً رئيسة للهجرات اليمنية عبر التاريخ. الإمبراطور والقيصر والمجانين. تحت هذا العنوان كتب زهير قصيباتي مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية، وقال في جزء منه: بين قيصر روسيا وإمبراطور أمريكا المنتصر بالاختراقات الإلكترونية المغرد على تويتر ضد فساد الساسة، بين حروب واحتلالات من سوريا إلى ليبيا ومجانين داعش والقاعدة، أيمكن العرب الرهان على صفقة ناجحة مع الإدارة الأمريكية الجديدة؟ كانت خيبة كبرى أن بوتين تجاهل كل عروض الشراكة مع العرب لأن كعكة روسيا العظمى هي شأن القيصر وحده، وأحلامه أبعد بكثير من مجرد الانتقام من الغرب، حتى أن بين الأمريكيين والأوروبيين من يراه حاكماً للعالم، يفتح قاعة مجلس الأمن متى يشاء، يحرك الأساطيل عبر المضائق، يسحق معارضات ويرفض التفاوض ما إن يطمئن إلى حصصه من القواعد العسكرية. إذا كان مأزق العرب مع بوتين أنه القيصر العنيد الذي لم يعد يعترف بوجود نظام دولي يمكن أن يلجم أحلامه وأساطيله وصواريخه، ولم يعد يحسب حسابا لأسنان القوة الأمريكية في العالم، فمأزقهم مع ترامب أن ملك البزنس المتهم باحتيالات في التجارة لن يمانع على الأرجح في تمديد التفويض الأمريكي للقيصر ليكمل في ليبيا ما بدأه في سوريا، وربما يستعيد عرضا من المخلوع صالح لتوسيع حزام القواعد العسكرية إلى اليمن. تورد صحيفة القدس العربي قصة دكتاتور أفريقي وتحكي تفاصيل تمسكه بالسلطة بعد فشله في الانتخابات. فبعد أن صوت الشعب الغامبي ضد يحيى جامع اضطر تحت تهديد قوة الدولة الجارة السنغال إلى المغادرة، وقبل أن يغادر أخذ معه وفقا لصحيفة القدس 44 صندوقا من المجوهرات ومكتبة تضم أسرار البلد. وقالت الصحيفة: إن الذي أخر سفر جامع من غامبيا هو بره بوالدته التي أمرته بعدم السفر قبل صياح دياكة الفجر وفقا لعادات قبيلته جولا المكابدة. وقد تمكن جامع من تهريب 1000 رجل من أنصاره ومقربيه، كما تمكن من نقل كامل ثروته في 44 صندوق محملة بالذهب والمرصعات والألماس وما خف حمله وغلى ثمنه من الهدايا والحلي والملابس والمطرزات الفاخرة. وتحيط بجمهورية غامبيا وهي بلد أفريقي صغير هادئ مسلم بنسبة 90% جمهورية السنغال من 3 جهات، وتعانقه أمواج المحيط الأطلسي من الجهة الرابعة. كم يبلغ معاش أوباما التقاعدي؟ تتساءل صحيفة البيان في صفحتها الأخيرة وتقول: إنه بعد أن أصبح باراك أوباما البالغ من العمر 55 عاما متقاعدا فيدراليا سيدفع له معاش يبلغ 207,800 دولار للسنة المقبلة، أي ما يقارب 17,000 دولار شهريا. ويحصل أوباما وكل رئيس سابق آخر أيضا على 7 أشهر من الخدمات الانتقالية للمساعدة على التكيف مع الحياة بعد الرئاسة، كما يحصل القائد العام السابق أيضا على حماية جهاز الخدمة السرية مدى حياته، ويحصل على مبالغ لأمور مثل السفر ونفقات المكتب والاتصالات وتغطية الرعاية الصحية.
وبحسب CNN يمكن لجميع تلك النفقات الإضافية أن يصل مجموعها إلى مبلغ لا بأس به، إذ في عام 2015 تراوحت تلك المبالغ ما بين 200 ألف دولار لجيمي كارتر و 800 ألف دولار لجورج دبليو بوش وفقا لتقرير حكومي. ويذكر أن الرئيس الأسبق كارتر لا يحصل على التأمين الصحي، إذ يتطلب ذلك العمل لدى الحكومة الفيدرالية لمدة 5 سنوات. في مديح الحب، تحت هذا العنوان كتب العراقي فاروق يوسف مقاله في صحيفة العرب اللندنية، وقال في جزء منه: الحب غريب تطارده الشبهات. ليس حدثا عاديا أن يقع المرء في الحب، أن يمضي المرء حياته من غير أن يضربه الغرام بأجنحته. ذلك ما يمكن أن يكون مفهوما. أما أن تهب السماء ذلك المرء فرصة للتحليق بين مجراتها هائما وهو يرعى بعاطفته نجمة بعينها، فإن ذلك يعد فعلا خارج المنطق. ألا نحب هو الواقعي، وهو أمر يضع الحب خارج فطرته. لقد خلق الإنسان العاقل بسبب الحب، الحب كان هو السبب. الحياة ما كان لها أن تستمر لولا الحب. لو أن بعضنا كره البعض الآخر مثل ما نفعل اليوم، هل كان في إمكان الحياة أن تستمر؟ سيقال إن نزعة البقاء ستفرض شروطها، ولكن تلك النزعة ستعيدنا إلى عصر ما قبل جدنا الإنسان العاقل الذي غادر جنة السماء حالما بجنته الأرضية. لا أحد في إمكانه أن يقول بصوت عال إنني أكره الحب. لا أحد يكره الحب علانية، ولكن الحقيقة تقول غير ذلك. الحب إن حضر فإنه لن يجد له مقعدا للجلوس، سيظل واقفا إلى أن تنتهي الحفلة. زوار الولايات المتحدة الأمريكية يحرصون خلال تواجدهم فيها على زيارة معلم فريد من نوعه، وهو منزل بني قبل 95 عاما من ورق الجرائد ولا يزال صامدا إلى يومنا هذا. جولتنا المصورة في أنحاء هذا المنزل الذي تناولته صحيفة البيان، نتابع. إذا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.